بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية الإخوان، سعيد باللقاء معكم. وبالتالي عبد ربي كمستشار بلدية القنيطرة لابد نتكلموا شيئا ما على التدبير المالي والإداري ديال المجلس، وندير واحد المقارنة ما بين 2009 و 2020. وبطبيعة الحال أن إخوان ديال بي جي دي كانوا دين واحد الحملة مسعورة بأنه لقاو 9 مليار اللي باقي استخلاصوه منذ أنشئة المجالس من 75 إلى 2009. وكانوا كيقولوا بصريح العبارة بأن راه هذا المجلس خواب صندوق البلدية، وراه بقاو 9 مليار اللي خاصه اللي باقي استخلاصوه. هذه كانت نقطة بداية نبداو منها. هما اليوم 11 سنة، نهار اللي جاو لقاو 9 مليار مزيان. اليوم هاد المدة ديال 11 سنة هاد الباقي استخلاصه وصل 51 مليار. ماذا يعني؟ كاين محاباة الأحباء ديالو، كاين محاباة الموردين ديالو، وكاين دائما الهاجس الانتخابي. إذا لدينا مقارنة ما بين 75 حتى 2009 وما بين 2009 حتى 2020، غنلقاو بان هذاك الرقم ديال 9 المليار تضرب تقريبا في واحد 5 ديال المرات. هذا يعني ان هناك الهم الوحيد هو بيع الوهم والهاجس الانتخابي ومحاباه احباء. في البدايه ديال المجلس ديالهم جات 80 مليار ديال المخطط ديال التاهيل الحضاري، المخطط الرباعي للتاهيل الحضاري، وبيه بداو كيشتغل. موازاة مع ذلك المجلس اللي كانوا كيتهموه بالفساد خلى لهم 46 مليار ديال المداخيل الحدادة، وبالتالي هاد الزيادة الحدادة هي اللي خدموا بها، هي اللي خدموا بها. وغنبدا اذا بدينا بالباقي استخلاصه، شو شحال الضعف في 5 المرات، وبدينا بالمخطط الرباعي اللي تصلح محمد الخامس ودار فيه ديك الساعه جليد ومولي عبد العزيز الى غير من الشوارع المهمه في قنيطره اللي كانت 80 مليار. وصلنا لتزيئه الحداده. تزيئه الحداده انا غادي نعطي للاخوان البروتوكولات اللي دارت ديال تزيئه الحداده واشنو خدموا بها، وكل بروتوكول اشنو دار به. ماشي عيب انه المواطنين القنطريين يعرفوا فلوسهم فين كتمشي، لان هذه فلوس ديال دافع الضرائب. ولهذا كنصح القنطريين باش يعرفوا. انا اعطيكم مثلا اتفاقيه اللي خرجوا فيها 16 مليار واللي صاوبوا بها، اللي صاوبوا بها انا غنقول لكم شنو اللي صاوب بهذه الاتفاقيه ديال 16 مليار اللي من زيئه الحداده. إعادة هيكلة حي المخاليف ب3 ملايير، أسمعوا الناس المخاليف، إعادة هيكلة حي المخاليف مبلغ ديال 3 ملايير، تهيئة الطرق والساحات العمومية مبلغ 100 مليون ديال الدرهم، مبلغ 10 ملايير، إنجاز مرافق سوسيو ثقافية ورياضية مبلغ 3 ملايير. هذا البروتوكول اللي دار مع من فلوس الحداده، باش تعرفوا راه المجلس ما اجتهد حتى شي حاجه، راه جا لقى داك الشيء وجدوه له الناس وراه خدام به، ومستبعد تكون ديك الخدمه بايادي نظيفه. المساله الثانيه، البروتوكول الثاني باش تعرفوا، هاد دار في 2013 مبلغ 85 مليون ديال الدرهم، يعني 8 ملايير ونص، راه فلوس هادي القنيطريين. دار فيها الإنارة العمومية مبلغ ديال 1 مليار، الطرقات مبلغ ديال 4 مليار، 40 مليون ديال الدرهم، المساحات الخضراء العمومية والمناطق الخضراء مبلغ 20 مليون ديال الدرهم، بمعنى 2 مليار، وبناء مقر الجماعة الحضرية بمبلغ 15 مليون درهم، بمعنى
مليار ونص. هادشي اللي كيدار بفلوس الحداده، يعني اجتهاد الذاتي ديال المجلس ما دار حتى شي حاجه. البروكول الثالث دار فيه 6 المليار، هاد 6 المليار ديال الفلوس اللي داروا به، نعطيكم داكشي بالتفصيل. تهيئة الطرق، تهيئة ديال الطرق، هادشي ديال لي بافي واللي في ولاد وجي واللي في الإرشاد واللي في الساكنية كلها مزيان. هاد حنا كنقولوا الحقيقة الآن باش يعرفها المواطن القنيطري، 5 مليون ديال الدرهم، اتفاقية اللي دارت ديال إحداث وتهيئة المقبرة الإسلامية ديال رضوان، اللي نورمالمون خص يكون فيها مسجد صغير، يكون فيها دار العساس، يكون فيها الحائط، داير الحائط راه داروه، اللي يكون فيها دار ديال غسل الموتى إلى غير ذلك. دوزو مارشي، دوزو 200 مليون، باقا 300 مليون في هاد العقدة هادي. المحور ديال اتفاق البروتوكول ديال 40 مليون ديال الدرهم، اي بمعنى 4 المليار، مشروع تهيئة الساحة الكبرى بمليار، مشروع تهيئة قنطرة يوسف نتاشفين ب مليار ونص، مليار ونص، وتهيئة الأزقة ديال بوشتيين، الرياض وبفاس ولاد وجيه والسياد والحوزية والإسماعيلية والشوارع ديال برامج الشرقية وبفاس والخبازات ولاد وجيه ب 28 مليون ديال الدرهم و 500,000 درهم، بمعنى 2 ملايير و 850 مليون، باش الإخوان يعرفوا هاد الأموال راه أموال ديال دافع الضرائب، أموال ديال ولاد الشعب ديال القنيطريين. إذا منين عطيتكم التفاصيل ديال هاد الشيء اللي دار ديال الحدادة، نجيو للمسألة ديال بيع العقارات اللي تباعت ديال البلدية، باش تشوفوا هاد المجلس شحال ديال هاد الفلوس تصرف فيها. تباعت 21 بقعة، والبقعة التي أفاضت الكأس هي البقعة ديال المبادلة للموتيق، راه الاتقال الله يطلق سراحو، واللي كان عطاهم 408 ملايين بشيك، والشيك اتصاب بدون مؤونة، يعني خو ما فيش الفلوس، ورجعوه ليهم. وكيقولوا هما حنا رجعناه للنوطير، والنوطير كيقول لهم رجعوا لي راه باقي عندهم. حنا هاد الشيء وهاد الخروقات وهاد الاختلالات هاد راه مال عام، حنا عينا ما نشكيو، عينا ما نمشيو للمحاكم، عينا ما نكتبو المؤسسات، كلشي كنشكيو عليه، بقالنا الله سبحانه وتعالى اللي نشكيو عليه. هاد السيد بغينا نعرفو شكون اللي حاميه، بزاف على هاد الحماية، بزاف بزاف على هاد الحماية. وبكل صراحة وانا نقدر نقول شي حوايج اللي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هاد الاختلالات وهاد الخروقات كون كان شي رئيس خروق راه علقوه من القرجومة ديالو، من القرجومة ديالو راه معلق. ما نتكلمش على سوق بن عباد، ما نتكلمش على بير نزاران، ما نتكلمش على السوق ديال علاء بن عبد الله، ما نتكلمش على الحي الحرافي اللي تجاوزت المدة ديالو 6 سنوات، المحلات التجارية، ما نتكلمش على بزاف ديال الحوايج، 144 ديال المحلات التجارية إلى غير ذلك. هذه كلها من الحوايج اللي كنطلبوا الله سبحانه وتعالى انه يبين فيها الحق. ملي كيقول لك اودي بانه حنا طورنا الميزانيه، ملي نجي نذكروا على الميزانيه، الميزانيه منين 2010 تخلقها 22 مليار، هذه الميزانيه تصرفوا فيها. اليوم وصلت 32 مليار، باش وصلت 32 مليار؟ لانه الجزء الاول من الميزانيه ديال التسيير من ذاك الوقت الى يومنا هذا 306 مليار. هذه راه فلوس القنيطريين، هذه راه فلوس الصرفات، راه دابا القيمه ديال هاد الفلوس اللي ذكرت ما بيناش على ارض الواقع. الى حددنا محطه القطار اللي داخله في المخطط الاستراتيجي اللي جابو سيدنا الله ينصرو، عطوني شي حاجه في قنيطره اللي عندها. فين هي مارينا سمير؟ فين الكذوب؟ انا ندير مارينا سمير وندير كذا، فين نكتبوا القنيطريين؟
راه لو بقينا بحال هكا ولا بقات هاد الحمايه عندك راه ما غيمشي حتى واحد يصوت. وغنصح حتى الاحزاب نقول لهم ما تصوتوش ما ترشحوش، لان هذا واقع. نرجع للميزانيه، قلنا الضريبه ديال القيمه المضافه كيفاش تطورات. النهار اللي كان المجالس اللي قبل غير في 2009 كانت 3 الملاير و700، اليوم ولات عندك الضريبه ديال القيمه المضافه 8 الملاير ونص. الشغل الملك العمومي اللي كان كيتخلص بخمسة دراهم ولا كيتخلص بعشرين درهم. ها كيفاش طلعت الميزانية؟ ما غنذكرش على شق المداخيل، لأنه هادي اللي بغيت ندخل فيها راه تاني موضوع آخر. نعطي مثال كعنوان، سوق الجملة اللي وعدتو بيه دخل فيه المخطط استراتيجي ديال سوق الجملة، اللي كان في قبل كيدخل مليار وصرف، اليوم ولا كيدخل 5 مليون ديال الدراهم، 500 مليون. شكون غيتحاسب؟ نتحاسب انا ولا ملي كنهضروا على هاد الواقع كنوليو كنشوشوا على الاغلبيه، كنشوشوا على التسيير. اذا هنا شنو كيبين؟ الا ذكرنا على المداخيل كيبين انه ما كيدارش مجهود، وبان رغم انك عندك جيش من الموظفين وعندك ترسانة قانونية فيما يتعلق الجبائية، ولكن لا تفعل، لا تفعل. تكلمتي على مشاريع كبرى بحال الملعب البلدي، الله يودي مركب ثقافي، علاش نبداو نهضرو على بحال هاد الشيء؟ هذا حشومة. جينا وكذبنا على سيدنا، كذبتي على سيدنا، انت اللي كذبتي على سيدنا، لانك انت شجتي سيدنا وقدمتي له مشروع ولوحة وكتقول له انا غندير المشروع ديال المركب الثقافي ب 8 مليار ونص. اليوم وليتي كتقول خاصني 18 مليار ونص. شنو تبدل؟ شنو تبدل؟ هذا ماشي كذوب على سيدنا؟ هذا ماشي كذوب؟ هذيك التهمة ديال ديك، نرجع للور عاود ثاني، ديك التهمة ديال الأرض اللي ما دخلتش فيها 408 ماشي اختلاس بالنسبة للجماعة، ما دخلتش فلوسها والعمارة طلعات، ماشي اختلاس. ايوا كان هادشي يجاوبني يقول لي راك تكذب، فلوس ما دخلتش والمبادلات دارت وفلوس الجامعة ما استفدتش ولم يحرك احدا معك ساكن. وانا نقول واحد المسألة ونقول حتى القنيطريين، واحد المرة كانوا جاو للجنة ديال التفتيش وغادرة، وكنت انت رئيس ودخلت انا وكنعطيهم الخروقات وقلت لهم بالحرف السادة المفتشين مع كامل احترام ديالي، انا نعطيكم خروقات تثبت ولكن راه ما غديروا له والو، واخا ديروا التقرير ما غديروا له حتى حاجه. قالوا لي علاش؟ قلت لهم انا اللي عارف علاش، راكم عارفين علاش ما بغيتوش تقولوا لي الحقيقه، والله يعاونكم. وخرجت بحال هادي، ولهذا كنطرح التساؤل شكون اللي كيحمي هذا الشخص هذا. مساله اخرى، تكلموا على الضرائب المحوله والضريبه على القيمه المضافه باعتبار هادو هما العمود الفقري ديال الميزانيه. خصك تعرف اول القنيطريين بان الكوارث اللي دار المجلس والقروض اللي دار المجلس، صندوق التجهيز ديال القرض ديال وزاره الداخليه ما بقاش يسلف القنيطره حتى ريال، صافي وقفات الحد ديالها. يعني المجالس اللي جايه الا بغات دير شي مشاريع ولا تسلف ولا كذا ما عندهمش منين يعطيوها، خاصها تخلص الكريديات اللي عندها. هذا واقع. ملي كتكون برامج خاصة، هنا غادي نرشي شوية على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عطاوكم 7 الملاير و700 مليون، واسمعوا الناس راه الملاير هادو. وجات هاد 7 الملاير خسرتي منهم من 2011 حتى 2020، خسرتي منهم مليار و800 مليون. واليوم جا قرار مع هاد الجائحة ومع هاد الشيء رجعوا الفلوس وضيعتي القنيطرة في 5 الملاير، ضيعتي ولاد مبارك كانت عندها غرفة، كانت عندها قاعة مغطاة غدار 23 مليون ضيعتيها فيها. لا سمح الله الدعوة كندعو الله سبحانه وتعالى، لأن هاد ولاد مبارك
عليهم جيتي واحد الوقت وركبتي على عائلة حروزة وقلتي بأن ولاد مبارك جالس انت في الجامع ومربع وكتلقم في الطعام فوق الحصيرة وكتقول لهم قسما بالله الشباب تغياخذوا كاملين اللي عندهم لاكار وكتقول لهم انكم غتاخذوا وقاعي ديال 80 مترو وغتخلصوا 1,040,000 ريال حتى ولاو الناس كيخلصوا 2.5 ملايين وعامين والناس كتكرفس في الديور اللي عطاوه البقاع اللي عطاوهم ما كاينش تطهير السائل ما كاينش الماء ما كاينش الضوء الناس ديالنا على الحفاري راه عاد مؤخرا تقاد داكشي يا ولاد مبارك شحال قصتي فيها عندك 47% اللي قصتي فيها باقا 53% باقا في بلاصتها ولاد موسى ما قصتيهاش الحنشة ما قصتيهاش باقا مدواور باقي البناء العشوائي انا بحالك ما عنديش الوجه باش نجيب الراخوة الانتخابات نقول لهم صوتوا عليا شنو درتي النخاخصة شنو درتي لها قولي شي حاجة درتيها للنخاخصة قولي شي حاجة درتيها للعين السبع المخاليف للأسف الإخوان ملي كنبداو نتكلمو هادشي كيبكي هادشي كيبكي ملي كتسمع هاد الأموال الطائلة اللي ما تاحتش فرصة شي مسؤول في مجلس سابق أنه يمكن أنه يشتغل بهاد الأموال هادي للأسف الشديد فهذا لنا موضوع وكلام آخر لأنك مرات عديدة وأنت كتأجل هاد النقط في الدورة ولكن إن شاء الله حتى غادي نوصل الدورة وعادي يمكننا نخرجوا المعطيات فيما يتعلق بهاد المسألة هادي العدد ديال المشاريع نذكروا شويه على المخطط العدد ديال المشاريع عندك 38 مشروع اللي انت حامله وخصك تنفذه والقنيطة فيها 92 مشروع ديال المخطط الاستراتيجي بالمبلغ اللي ذكرت ديال 457 مليار اللي ديال هاد المشاريع بالضبط 457 مليار و 625 مليون سنتيم الجامعة مساهمة في 14 مشروع و40 مشروع ديال القطاعات معينة ومع ذلك هناك مشاريع متعثرة ومشاكل ديال التمويل اللي انا غنعطيك غنسرد عليك بعض الحوايج اللي ما عطيتي فيهم حتى شي حاجة غير الهضرة بالنسبة للإخوان المحطة الطرقية عدم تسوية ديال البقعة ديال سوق السبت اللي كانت غدا البديل كمحجز وعز الجماعة بالقيام بالواجب ديالو بالنسبة للطريق الدائري الجنوبي من المرجان إلا كنتي غدوز من المرجان وطالع طلع المهدية غدوز من بيرامي متوقفة لأن الجماعة لم تبادر بتسوية الوضعية العقارية مكنهدرش من الفراغ المحول ديال الساكنيه ديال طريق السيار مبلغ 3 مليون ديال الدرهم الان ما تخلصاتش الطرق المهيكله 12 مليون ديال الدرهم ديال الجامعه لم تؤدى الساحه العموميه والمناطق الخضراء مبلغ 15 مليون درهم وزاره الاسكان باش تعرفوا 10 مليون و10 مليون والداخليه 5 مليون وكانت من المفترض باش تستلف 2017 الساحة الكبرى 25 مليون ديال الدرهم 15 حصة ديال الجامعة و10 الساحة الكبرى قلنا 25 مليون ديال الدرهم 15 حصة ديال الجامعة 10 مليون درهم ديال الداخلية انتهاء الأشغال كان محدد في 2017 فين هاد الشيء تشوير الشوارع والأزقة 7.5 مليون صفر درهم إنجاز صفر محطة ديال الشاحنة 15 مليون ديال الدرهم إنجاز صفر المدينة القديمة راك بديتي كتهيئها اللي هي الملاح التهيئة ديالها بثلاثة الملاير الجامعة مساهمة ب 500 مليون مطرح النفايات مركز طمر النفايات 30 مليون ديال الدرهم الشطر الأول قيمة المشروع 256 مليون درهم انتهاء الأشهر في 2016 هادشي ما كاينش اللهم إن هذا منكر الإخوان أنا كعزيز رباح ما عندي معه حتى مشكل كشخص ولكن أختلف معه اختلافا تاما كرئيس وكطريقة التدبير ديالو لأنه مليء بالاختلالات والخروقات بالنسبة للتهيئة ديال مرجة الفوارات 10 مليون ديال الجماعة
المركب ديال التجهيزات ديال الجامعه الخاصه 40 مليون خصو يسالي في 2018، التهيئه ديال الاسواق ديال الحريه والمركزي والحداده والمسيره غلاف مالي اللي دار له 20 مليون، 10 مليون مساهمه للجامعه و10 مليون ديال المستفيدين، هادشي ديال المتلاشيات مبلغ ديال 5 مليون ديال الدرهم، صفر انجاز صفر درهم. مركز بيع السيارات المستعمله 6 مليون ديال الدرهم، صفر انجاز صفر درهم. المنطقه الصناعيه الجديده الساكنيه قيمه الارض 60 مليون ديال الدرهم، 119 هكتار. مركب ديال الصناعه التقليديه حصه ديال المجلس 20 مليون ديال الدرهم، القيمه ديالو 59 مليون ديال الدرهم، الفرق عدوا ما بذمتهم. هاد التغيير ديال الملامح ديال الاماكن ديال بعض المشاريع هذا تصرف غير اخلاقي، لانه نهار الاول دار واحد البروتوكول ديال واحد التصاميم معينه ديال المشاريع وعندها ملامح معينه ديال المدينه، ولكن ملي كتجيو كتغيروه هذا التصرف اعتبره شخصيا تصرف غير اخلاقي. دار الطالبة بعين السبع وهذه داخل في المبادرة، 4 مليون ديال الجامعة، 4 مليون ديال منذ 2015. المقبرة ديال الرضوان 20 مليون ديال الدرهم، تم صرف دابا 5 مليون ديال الدرهم من زيادة الحدادة، انتهاء الأشغال في 2016. الطرق خص تكون فيها الطرق كاملة، يكون المنزل ديال الحارس، يكون مسجد صغير، يكون مغسل خاص بالموتى. وأخيرا نعاود نجبد المركز الثقافي، عار هاد المدينة مسكينة غير محدودة. الآن أنا سبقت وتكلمت عليه، من 85 مليون ديال الدرهم ولا 187 مليون ديال الدرهم باش تنجز مركب ثقافي. إذا هاد المبالغ الباهظة اللي تكلمنا عليها وتكلمنا على الميزانية وتكلمنا على هاد الحوايج، هاد الفلوس كلها ما غيراتش القنيطرة. ما غندخلش على النقل الحضاري، هذاك موضوع آخر. ما غنهضرش على التراموي اللي وعدتو به وقلتو غنديرو في التراموي القنيطرة منذ 2009 وكديرو في البرامج الانتخابية ديالكم. للأسف الشديد القنيطرة برجالها ونسائها تستحق الأفضل.